Assalamu alaikum. Welcome to a new episode of Learn Arabic by Movie Clips. Sign up today and get your free one-to-one trial lesson with one of our male and female native Arabic tutors at Medina Arabic Tuition Center. No credit card required. أراك في سجني أكثر مما كنت أراك وأنا حر. أراك في سجني أكثر مما كنت أراك وأنا حر. أراك أراك في سجني في سجني أكثر أكثر مما من ما مما كنت كنت أراك وأنا حر وأنا حر. أراك في سجني أكثر مما كنت أراك وأنا حر. أراك في سجني أكثر مما كنت أراك وأنا حر. أراك في سجني أكثر مما كنت أراك وأنا حر. What is the antonym of the underlined word? جاءت براءة إلي لتتوسط من أجل إخراجك. جاءت براءة إلي لتتوسط من أجل إخراجك. جاءت براءة براءة إلي لتتوسط تتوسط من أجل من أجل إخراجك. جاءت براءة إلي لتتوسط من أجل إخراجك. جاءت براءة إلي لتتوسط من أجل إخراجك. جاءت براءة إلي لتتوسط من أجل إخراجك. What does the red colored word mean? تعني أننا لن نلتقي كثيرا بعد اليوم؟ تعني أننا لن نلتقي كثيرا بعد اليوم؟ تعني أننا لن نلتقي لن نلتقي كثيرا كثيرا بعد اليوم بعد اليوم. تعني أننا لن نلتقي كثيرا بعد اليوم؟ تعني أننا لن نلتقي كثيرا بعد اليوم؟ تعني أننا لن نلتقي كثيرا بعد اليوم؟ What does the red colored word mean? لا تستعجل لا تستعجل لا تستعجل لا تستعجل لا تستعجل. What does the man imply? فلن أطلق سراحك لتعود إلى سيرتك القديمة. فلن أطلق سراحك لتعود إلى سيرتك القديمة. فلن فلن أطلق فلن أطلق سراحك سراحك لتعود لتعود إلى سيرتك القديمة. فلن أطلق سراحك لتعود إلى سيرتك القديمة. فلن أطلق سراحك لتعود إلى سيرتك القديمة.
فلن أطلق سراحك لتعود إلى سيرتك القديمة. What does the red colored word mean? تسب وتشتم وتحرض الناس في السوق. تسب وتشتم وتحرض الناس في السوق. تسب وتشتم وتشتم وتحرض وتحرض الناس في السوق. في السوق. تسب وتشتم وتحرض الناس في السوق. تسب وتشتم وتحرض الناس في السوق. تسب وتشتم وتحرض الناس في السوق. What does the man imply? وإذا What does the man imply? سأطلق سراحك بشرط. 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 أن ترحل إلى سمارة مثلا. 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 What does the underlined word mean? بإمكانك أن تبيع دارك ومتجرك. بإمكانك أن تبيع دارك ومتجرك. بإمكانك. بإمكانك. بإمكانك أن تبيع دارك ومتجرك. 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 Of the underlined word. وبثمنهما تستطيع تأسيس حياة لائقة هناك. وبثمنهما تستطيع تأسيس حياة لائقة هناك. وبثمنهما وبثمنهما تستطيع تأسيس حياة لائقة هناك. وبثمنهما تستطيع تأسيس حياة لائقة هناك. وبثمنهما
تستطيع تأسيس حياة لائقة هناك، وبثمنهما تستطيع تأسيس حياة لائقة هناك. What does the man imply? تريد طردي من أوركيديا؟ 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 What does the red colored word mean? لم تترك لي خيارا آخر. 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 What does the red colored word mean? إذن أفضل البقاء هنا في السجن. 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 What does the man imply? أنت تخطئ الاختيار. أنت تخطئ الاختيار. أنت تخطئ الاختيار. تخطئ الاختيار. أنت تخطئ الاختيار. أنت تخطئ الاختيار. أنت تخطئ الاختيار. What does the man imply? تظن أن يوم استعادتك لحريتك قريب فأنت مخطئ. إن كنت تظن أن يوم استعادتك لحريتك قريب فأنت مخطئ. إن كنت تظن أن يوم استعادتك لحريتك قريب فأنت مخطئ. إن كنت تظن أن يوم استعادتك لحريتك قريب فأنت مخطئ. إن كنت تظن أن يوم استعادتك لحريتك قريب فأنت مخطئ. إن كنت تظن أن يوم استعادتك لحريتك قريب فأنت مخطئ. What does the red colored word mean? خروجك من هنا لن يكون إلا إلى قبرك. خروجك من هنا لن يكون إلا إلى قبرك. خروجك من هنا لن يكون إلا إلى قبرك. خروجك من هنا لن يكون إلا إلى قبرك.
خروجك من هنا لن يكون إلا إلى قبرك. خروجك من هنا لن يكون إلا إلى قبرك. What is the antonym of the underlined word? على الأقل سيكون لي قبر في أوركيديا. 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 What is the antonym of the underlined word? ما زلت عنيدا كما كنت. 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 What is the meaning of this word? خذ المرأة وارحل فهذا أفضل لنا جميعا. 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 إن كنت تظن أن هناك ما تستطيع أن تساومني عليه فأنت مخطئ. إن كنت تظن أن هناك ما تستطيع مساومتي عليه فأنت مخطئ. إن كنت تظن أن هناك ما تستطيع مساومتي عليه فأنت مخطئ. إن كنت تظن أن هناك ما تستطيع مساومتي عليه فأنت مخطئ. إن كنت تظن أن هناك ما تستطيع أن تساومني عليه فأنت مخطئ. إن كنت تظن أن هناك ما تستطيع أن تساومني عليه فأنت مخطئ. What does the red colored word mean?